طورنا العمل الزراعي بشكل كبير، وبعدين صدرت المزرعة من عندنا. صدرت؟ يعني أخذت. أخذت. طب يا دكتور. لا، كان الرئيس آنذاك صدام حسين. صدام حسين. أي. زائر المنطقة، لأنه كان أكو جفاف كبير. مزارع أغنام الرئاسة كان عندها مشكلة، ماكو رعاية لها، فكان يريدون مرعى لها، فوصفوا لها هذه المزرعة نموذجية وكذا. جي شافها، يعني ما شاء الله، هي فعلا مزرعة نموذجية جدا كانت، يعني تحفة. القطن على صفحة، الذرة الصفراء ارتفاعها أطول من هذه طول هذه الغرفة، ارتفاع هذه الغرفة، يعني كان خضر موجودة، كانت مزرعة حلوة مرتبة، لأن تعبنا عليها سنة كاملة بجهد مضني طورناها. فقرر يسحبها. أجابوا عدي شافها؟ إيه شافها، وبخ الوزير، لأن الوزير قال له شلون أنطيتهم هيك؟ قال له سيدي أساتذة الجامعة وذل يطلعون يشتغلون بالحقل وينقلون تجربة الجامعة الحقل، ليش ما أنطيهم؟ قطع خاص يشتغل. وبخها شوية، سحب يعني بتسحب، فبقتها كانت بدون تعويض. يعني أخذوا المزرعة لهم؟ أخذوها إلى شخصياً لو لرئاسة الجمهورية؟ لرئاسة الجمهورية. رئاسة الجمهورية يعني لأغنام الرئاسة. أغنام الرئاسة، يعني الرئاسة بها أغنام؟ أي بها، كان قطعان كبيرة جداً ومتميزة، يعني مو بحيث هو مرة جية، احنا ايضا كانت عندنا اغنام قد 1000 راس 2000 راس بهاي المزرعة نفسها؟ هاي المزرعة. فجية شافها، هو يعرف بالغنم، قال للراعي، قال له شو هاي مخبوطة نعيم على حمدانية على عواسي؟ ايش يعرف؟ ايه يعرفها بتفصيلا. الراعي شاطر، قال له سيدي أفندية جدا على الشغلة. هو يقول ضحك ضحكة قوية جدا على مال أفندية وجايين هنا يسوون أغنام وما أغنام وكذا. المهم ورا فترة رد عاد زار المنطقة، فسأل مدير الزراعة، قال له الجماعة أخذنا الأرض من عندهم وعوضتهم. قال له سيدي إيه، وما كان معوضنا بالمناسبة، بس اختلق قصة. هو كان يريد هالصير، يعني مدير الزراعة كان يريد هالصير، إنه كتعويض عن جهدنا اللي راح وكذا، عوضتهم أرض أحسن من أرضهم وزراعة أحسن من زراعهم وكذا، فعلا عوضنا بأرض أخرى غير هذا. نفس المساحة؟ نفس المساحة. واستمرينا بالعمل بالقطاع الزراعي، بحيث أيضا هو زارها مرة أخرى وشاف الإنتاج مالنا 3 أضعاف إنتاج مزارع الدولة. فسأل المدير العام مشروع المسيب، كان وياه، قال له ليش الجماعة إنتاجهم 3 أضعافكم؟ قال له سيد مو جماعة، قطاع خاص. قال له شنو وإذا قطاع خاص؟ قال له يكافئون بكيفهم، يفصلون بكيفهم، عندهم مرونة بالعمل غير المرونة الموجودة عندنا. قال له شنو رأيك نحول الزراعة كلها قطاع خاص؟ فعلى التجربة اللي احنا بدينا بها اتخذ قرار تحويل كل مزارع الدولة، مزارع الدواجن، محطات الأبقار، كلها حولها إلى تباع بالمزاد العلني، بيعت للقطاع الخاص، وفعلا تطورت ورا ما راحت إلى القطاع الخاص.